وارتباطا بأخبار التضخم في أوروبا بشكل عام وبريطانيا بشكل خاص، معنا للمزيد من المتابعة هاتفيا من لندن أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي. أستاذ أحمد، بعد التحية، يعني كما نتابع معدلات التضخم ترتفع في أوروبا وجميع الدول العالم، وأصبح هذا هو الشغل الشاغل للرأي العام في كل العالم والاقتصاديين على حد سواء. برأيك أستاذ أحمد، يعني السيناريو القادم في هذا الشأن في المنطقة الأوروبية، خاصة أن كريستين لاغارد كانت قد صرحت نهاية الشهر الماضي أن ما زال هناك في الأفق ارتفاع أكبر للتضخم، وأن هذا التضخم الحالي ليس هو الحد الأقصى للتضخم في أوروبا. نعم، بالتأكيد هذا هو الواقع، خاصة بالنسبة للقارة الأوروبية، لأن القارة الأوروبية واقعيا فقدت عامل الأمان والاستقرار بخصوص يعني أهم قطاعاتها الاقتصادية، وهو قطاع الطاقة. وقطاع الطاقة كما هو معلوم انعكاساته وتفاعلاته تكون يعني خطيرة وفي غاية السلبية لباقي القطاعات الأخرى، وهذا ينعكس بشكل مباشر في ارتفاع مستوى التضخم. وطالما أن القارة الأوروبية فقدت عنصر الأمان والاستقرار التي كانت تتمتع به على مر العقود الماضية قبل اندلاع فتيل الأزمة الأوكرانية، حاليا القارة الأوروبية برمتها تعتمد بشكل أساسي على الغاز المسال الذي يأتيها خاصة من الولايات المتحدة الأمريكية. وإذا قارنا الغاز المسال بالغاز الروسي الذي كان يأتي عبر الأنابيب، الغاز المسال هو يعني يفتقر للأمان والاستقرار في إمداداته وأيضا في أسعاره. حاليا الأسواق الأوروبية تدفع ما يزيد عن 5% أو 5 أضعاف عما كانت تدفعه للغاز الطبيعي الروسي، وبالتأكيد ارتفاع الأسعار على مر المرحلة المقبلة، كذلك أيضا الاضطرابات المتوقعة. يعني إذا واجه خليج المكسيك في الولايات المتحدة الأمريكية أعصارا أو أي عوامل طبيعية غير متوقعة، بالتأكيد مثل هذا الواقع سوف ينعكس سلبا على إمدادات الغاز المسال، وبالتالي سوف ترتفع أسعاره في الأسواق الأوروبية. انطلاقا من مثل هذا الواقع، مثل هذه التوقعات التي أصدرها صندوق النقد الدولي وباقي المؤسسات المالية هي واقعية، والأسوأ لم يأتي بعد، خاصة بالنسبة للقارة الأوروبية. إذن في المرحلة المقبلة برأيك أهم الوسائل لكبح جماح التضخم، هل الاستمرار في زيادة معدلات الفائدة هو الطريقة المثلى للتعامل مع هذه الأزمة العالمية؟ نعم، بالتأكيد. يعني تاريخيا وتقليديا الأداة البنكية الأساسية التي تلجأ إليها البنوك المركزية في حال ارتفاع مستوى التضخم هو رفع نسب الفائدة، لأن رفع نسب الفائدة سوف يشجع من الخطوات الاستثمارية لوجهة الدول التي تعاني من ارتفاع في مستوى التضخم، ومثل هذه الوتيرة المتوقعة للاستثمارات التي تأتي للدولة لكي تستفيد من ارتفاع نسب الفائدة سوف ينعكس في تراجع مستوى التضخم وتنشيط قوة المستهلك الاستهلاكية. ولكن يعني بالرغم من أن هذه الأداة قد تكون الأكثر نجاعة والأكثر يعني تأثيرا التأثير على مستوى التضخم وخفضه، تأخذ بعض الوقت. يعني حاليا منذ أن بدأ بنك إنجلترا المركزي نسب الفائدة في السوق البريطانية، شهدنا في آخر قراءة تراجع طفيف في مستوى التضخم، لذلك مثل هذه الخطوة تحتاج لبعض الوقت حتى تصل إلى النتيجة المرجوة منها. أستاذ أحمد، أخيرا، تأثير ذلك على الاستقرار الاجتماعي في هذه البلدان في ظل إضرابات في بريطانيا وتظاهرات للسترات الصفراء في فرنسا؟ نعم، ارتفاع مستوى التضخم يعني واقعيا تقليص القدرة الشرائية للمستهلك الأوروبي، ارتفاع الأسعار ومضاعفتها لأكثر من مرة. على أسعار المواد الغذائية الرئيسية في بريطانيا يعني تضاعفت منذ تداعيات الأزمة الأوكرانية وما قام به الغرب بفرض عقوبات اقتصادية على روسيا. لذلك مثل هذا الواقع ينعكس أولا في صناديق الاقتراع، وقد شاهدنا ذلك في دول مثل إيطاليا والسويد وأيضا فرنسا للتوجه نحو اليمين واليمين المتطرف، ومثل هذا الواقع
سوف يزيد من حال عدم الانسجام الاجتماعي. كذلك أيضا إضرابات ومظاهرات كما نشهدها حاليا في بعض المدن الأوروبية. نعم. الإضرابات في بريطانيا يعني هي أيضا مرتبطة لأن قطاعات محددة من الاقتصاد البريطاني طالبوا برفع الأجور لكي يكون نعم. بإمكان العمال تحمل أعباء ارتفاع مستوى التضخم وأعباء ارتفاع صح. تكلفة المعيشة. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ أحمد ياسين الخبير في الاقتصاد السياسي، كنت معنا من لندن.